استشهد واصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الاطفال والنساء في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل عدوانه على قطاع غزه لليوم السادس والثمانين على التوالي وطالت عمليات القصف الاسرائيليه مسجدين في مخيم المغازي ومسجدا اخر في دير البلح وسط قطاع غزه بينما تجدد القصف المدفعي شرقي لبريج والنصيرات وسط قطاع غزه بينما استهدفت طائره بدون طيار منزلا غربيا جنوب القطاع. هذا وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى واحد ألف فلسطينيا وإصابة ستة آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي. <applause> اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مخيمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وسط اندلاع اشتباكات، واستعان جيش الاحتلال بطائرة مسيرة في قصف في احد هذه المخيمات. اقتحمت القوات الاسرائيلية مدينة طول قرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية ومخيم نور شمس الواقع شرق المدينة، واطلقت قوات الاحتلال الاعيرة النارية باتجاه المواطنين في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت اصوات انفجارات في المنطقه رفض وزير الدفاع الإسرائيلي جواف جالانت وعضو في حكومة الطوارئ المشاركة في مؤتمر صحفي دعا إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما اضطره لعقده منفردا حيث زعم نتنياهو تحقيق نجاحات كبيرة لكنه قال إن الأثمان موجعة يأتي ذلك بينما شارك الآلاف في مظاهرة بتل أبيب للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحكومة كما نظمت مظاهرة أخرى لعائلات تجازين الاسرائيليين للمطالبه بصفقه فوريه مظاهرات هنا وهناك ولا تزال التنديدات والمطالبات الدوليه بوقف اطلاق النار في غزه مستمره دون استجابه من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي الرد جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن التصعيد سيستمر أشهرا عدة. نتنياهو خرج ليبرر موقف الخسائر المتواصلة لقواته قائلا: إن الجيش يخوض معركة معقدة حسب وصفه ويحتاج إلى وقت لتحقيق أهدافه متعهدا بإعادة جميع الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت وعضو حكومة الطوارئ المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه نتنياهو فاضطر لعقده منفردا وكان مكتب نتنياهو قد وجه دعوة لوزيري الدفاع الحالي جالانت والسابق بيني جانس من أجل المشاركة في المؤتمر الصحفي إلا أن الأخيرين رفضا ذلك حسب ما أوردت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية القناة الإسرائيلية رجحت كذلك أن سبب عدم مشاركتهما يعود إلى رفضهما لتصريحات نتنياهو السياسية على غرار ما حدث في المؤتمرات الصحفيه الاخيره وكانت وسائل اعلام اسرائيليه قد كشفت عن ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منع رئيسي الموساد والشباك من المشاركة في اجتماع أمني وصفته الوسائل الإعلامية بالحساس. يأتي هذا في حين شارك الآلاف في مظاهرة بتل أبيب للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحكومة، كما نُظمت مظاهرة أخرى لعائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بصفقة فورية لإعادة المحتجزين. انتقد اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي تجاوز وزاره الخارجيه الامريكيه للكونغرس في موافقتها على بيع اسلحه لاسرائيل طالب عضو لجنه القوات المسلحه في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي تيم كان بتفسير علني للاساس المنطقي وراء هذا القرار كانت الحكومة الامريكية قد اعلنت انها وافقت بشكل طارئ دون المرور بالكونغرس على بيع ذخائر مدفعية لاسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار